تعالوا بقى نروح للتصريحات كولر اللي طبعا اعرب عن سعادته بالفوز، وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهايه المباراه، قال بدأنا المباراة بشكل أكثر من رائع وسجلنا هدفين، ثم حدث نوع من أنواع الطمأنينة وبدأ الاتحاد السكندري يدخل في أجواء المباراة ويخلق العديد من الفرص الخطيرة، لكن خبرات لاعبي النادي الأهلي تفوقت على صعوبة مباراة الاتحاد ليحصد الفريق 3 نقاط مهمة. قال كمان أنه طالب اللاعبين بين الشوطين بأن هم يركزوا جدا وأن هم يكونوا بيلعبوا بمنتهى الهدوء، وأنه يعني بيلتمس العذر ليهم بعد ما الحقيقة الفريق أدى موسم أكثر من رائع وتعرض لحالة ضغط شديدة جدا من الإجهاد. عموما هو قال كلام كتير، تعالوا ناخد فكرة كده مبسطة عنه من خلال هذا التقرير، تفضل. Natürlich auch mit unserer Erfahrung dann zu Ende bringen und sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، بدأنا بشكل أكتر من رائع، كنا شرسين جدا، كنا مركزين جدا، وعملنا كل حاجة احنا عايزينها في أول 12 دقيقة وجبنا جونين، بعد كده حصل حالة من التراخي وبدأ اللعيبة تتصور إن احنا هنقدر نكمل الماتش كده لوحده، هو كل حاجة تمشي لوحدها وهنكسب كده من غير ما نعمل أي مجهود. بدأ الاتحاد يخش في المباراة، الاتحاد خلق في الشوط الاولاني اكبر عدد من الفرص اتخلق علينا في من اي فريق في الدوري من اول الدوري في شوط واحد، خلق فرص كتير جدا، لكن حظنا الحلو انها ما جاتش جوان. دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل شديد شويه وقلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل على كده، وان احنا لو لعبنا الشوط الثاني بنفس الطريقه بتاعت الشوط الاولاني دي هيخش فينا جوان اكيد، وطلبتهم بالتركيز والهدوء واديت بعض التعليمات. الشوط الثاني كان احسن شويه، لكن انا عذر اللعيبه جدا، بيبقى صعب جدا بعد موسم طويل زي الموسم اللي احنا عملناه، بعد ما بتقدر ان انت تحقق كل اللي احنا حققناه في الموسم ده، لعيبه عملت ماتشات هايله، عملت موسم عظيم جدا، بتوصل لمرحله كلاعب كوره زي اي انسان خلاص بتبقى ذهنيا مش قادر، رجلك بتبقى انها مش قادره تشيلك، مش قادره انها تدي الاوامر، عقلك بينفذها هو مش قادر، تركيزك بيقل، الرغبه بتقل، الحماس بيقل، كل ده طبيعي جدا وانا مقدره جدا، لكن اللعيبه دست على نفسها الشوط الثاني وحاولت انها تعمل كل حاجه انها تطلع من الموضوع ده بشكل كويس. خبراتنا ساعدتنا كتير، الخبرات اللي عند اللعيبه اللي عندنا قدرت انها تتغلب على الموقف ده وتتغلب على الصعوبه دي، وقدرت انها توصل المباراه لبر الامان وان احنا نطلع بالمكسب المهم ده. Dass wir halt ein bisschen Spannung verloren haben, dass wir gedacht haben, ja 2-0 und jetzt können wir ein bisschen Tempo wegnehmen. Und das Spiel hat gezeigt, dass das eben nicht geht, weil der Gegner dann offensiv geworden ist, weil wir defensiv nicht so konsequent gearbeitet haben und dann gab es Möglichkeiten. Zum Glück für uns haben sie keine Tore erzielt. ممكن جدا طبعا ان الجونين اللي جم بدري زي ما انا قلت في الاول ان هم ادوا لحاله من التراخي، ان احنا فقدنا الشده بتاعتنا، فقدنا تركيزنا شويه، وبدات اللعبه تحس ان الموضوع الماتش سهل وهيمشي لوحده، لكن لعيبه الاتحاد وريتهم درس ان هم لما تتراخى ممكن اي فرقه انها تخلق عليك فرص، وده اللي عمله الاتحاد، خلق علينا فرص كتير جدا في الشوط الاولاني، وده لان احنا ما كناش كومباكت، ما كناش واقفين بشكل مظبوط دفاعيا، كمان خطوطنا ما كانتش متقاربه في الشوط الاولاني، كان في عمليه استهتار شويه في الشوط الاولاني، لكن احنا تداركنا ده في الشوط الثاني، فممكن فعلا الجونين دول ادوا ان اللعيبه استسهلت الماتش شويه. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده عقب انتهاء مباراة الأمس.